يلا نتسارعوا رحلة إلى أجمل وأروع وأنقى شواطئ شمال المغرب الساحرة، وبالضبط شواطئ مدينة جبهة الجميلة الهادئة اللي كتواجد بجبال الريف في الجزء الشمالي من المغرب على بعد ما يقارب 120 كيلومتر جنوب شرق مدينة تطوان، وعلى ساحل البحر الأبيض المتوسط جهة طنجة تطوان الحسيمة. كتميز الجبهة الهادئة الجميلة بامتلاكها لأجمل شواطئ المملكة المغربية، بلايا مونيكا، مرسى الدار، الأحواض، ومغارات عبد الكريم الخطابي، كلها أسماء لشواطئ صخرية تتميز بزرقة مياهها ونظافتها وهدوئها. كي تعرف الكثير عن هذه المنطقة الجميلة الهادئة، تابعوا معنا الفيديو حتى الأخير، كما أن قناتنا تدعوكم إلى الانضمام إلى عائلتها، وذلك بالاشتراك في القناة ودعم المقطع باللايك، وشكرا للجميع. أجيوا معنا في رحلة لشواطئ الجبهة، الأحواض، مونيكا الأولى ومونيكا الثانية وجميع الكهوف، وغتكتشفوا معنا هاد الكهوف اللي سبحان الله أول مرة غادي تشوفوهم، وكنصحكم تزوروا هذا المكان لان المكان صراحه روعه، وغتحس فيه بتغيير الروتين ديال العمل او سواء ديال الدراسه او سواء ديال الدار، صراحه غادي في رحلة يلا نتسارى واكتشفوا شواطئ بلادكم المغرب الساحرة الهادئة النقية، اللي ممكن ربما كاين ناس ساكنين في الشمال وما كيعرفوش هذه المنطقة الساحرة الغنية بثرواتها السمكية وثرواتها الجبلية. تعتبر الجبهة منذ القدم تراثا طبيعيا ونهضة ثقافية هامة يزخر بها الجزء الشمالي من المملكة المغربية، حيث أن هذه المنطقة الساحلية المتوسطية الواقعة بجبال الريف تتميز بشاطئها الساحر الصافي والذي يطل على سلالة جبلية عالية تجعل من المكان وجهة راقية للباحثين عن الهدوء والراحة النفسية. لتغيير روتين العمل وروتين الدراسة وحتى روتين البيت، هذه هي المنطقة التي يبحث عنها الجميع ولا يعرفها إلا القليل، بل ويجهلها الكثير من سكان المدن الشمالية مثل طنجة، تطوان، الحسيمة، شفشاون. وبفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل هذه الرحلات يلا تسارى، وهم اللي كيكتشفوا بحال هذه الاماكن النقيه والساحره اللي في بلادنا وكيجهلها الكثير من الناس، بفضل هذه الرحلات صراحه اللي هما كيوريو كيفاش كتدخل هذه الكهوف وكيفاش كتدخل هذه الشواطئ وكيفاش كتدخل شاطئ مونيكا، شاطئ مونيكا الكبيره والصغيره، وشاطئ الحواض، وشاطئ بزاف الشواطئ اللي كاينين هنايا. يعني بفضل هذه الرحلات يعني كتكتشف هذه الاماكن، اما بوحدك ربما ما تقدرش تكتشف هذه الاماكن، لهذا كنصحكم تمشيو في الرحلات يلا نتسارعوا.
Thank you.